قد يتخلص البعض من بنطلون جينز بعد أن يصبح قديما، أو قد يبقيه ليرتديه أثناء أداء بعض المهام في البيت كالعناية بالحديقة أو التنظيف أو حتى تصليح السيارات مثلا. لكن الفنان البريطاني أيام بيري يعيد تدوير بناطيل الجينز في قالب فني للخروج بلوحات رائعة ومدهشة للغاية. مراسلنا مصطفى زارو يلقي المزيد من الضوء على هذه الأعمال الفنية في التقرير التالي، نتابع. عشرات المئات من بناطيل الجينز البالية تبدو مبعثرة في استوديو الفنان البريطاني إيان باري، لكنها مجمعة حسب درجات لونها الأزرق من الغامق إلى الفاتح لتحويلها إلى لوحات مدهشة وبورتريهات لمشاهد من الحياة العامة المليئة بكثير من التفاصيل الدقيقة بلا فرشاة أو ألوان. فكرة تحويل الجينز إلى لوحات فنية جاءت عندما عدت إلى منزل والدي ولاحظت عددا من بناطيل الجينز التي لم يعد مقاسها مناسبا لي، وبدل رميها حاولت أن أكرر لوحة كولاج رسمتها باستخدام أقمشة الجينز، ولم أتصور أن يصبح هذا الأسلوب مطلوبا. لوحات تبهر ناظريها بتصميمها الفريد من نوعه، فإيان بيري يجمع قصاصات صغيرة من أقمشة الجينز من بنطلونات وسترات حسب درجة لونها لتلصق مع بعضها كطبقات وبلا أي رسم بطريقة أقرب إلى فن الكولاج للخروج بنتائج مذهلة. لا توجد حدود للأدوات التي قد يستخدمها الفنانون في أعمالهم، مثل ما يظهر الفنان إيان بيري باستخدام أقمشة الجينز وتحويلها إلى لوحات فنية تجسد حياة الناس في لندن. ويستلهم إيان باري أفكار لوحاته من محيطه البيئي، ويتناول في معظمها مواضيع تأثر بها مثل التحول الهائل في نمط الحياة لتجسيد لحظاتها. ريشته مقص وطلاؤه سائل لاصق. بعد البحث الذي قمت به عن الجينز أدركت العلاقة التي تربطني به وعلاقة الناس به أيضا ومدى تقبل الناس لعملي، وكان منطلقا مهما لمخاطبتهم من خلال هذه الأعمال. ومنذ الإقبال الهائل على فن الجينز ترك إيان باري وظيفته كمصمم في الجرافيكس ليركز على تطوير أسلوبه الفني الذي لم يختر اسما له بعد، فلا هو فن الكولاج ولا رسم بالطلاء. ويعمل إيان حاليا على مجموعة لوحات شخصيات أثروا في حياته سيعرضها مطلع العام المقبل. مصطفى زارو، العربية، لندن.